العنوسة مصطلح وهم اخترعناه علشان نقلل من بنات الناس ونرعبهم، بحيث انهم يختاروا اي حاجة لمجرد انهم يتقالش عليهم عانس. ضريبة بتدفعها البنت للمجتمع، في حين ان الراجل مهما كبر ما بيتقالش عليه عانس، وده خلل في الميزان هدفه خبيث. البنت المفروض ما تتجوزش غير لما تلاقي الراجل المناسب مهما طالت المدة، لانها حياة، حد هيكمل معاها العمر كله. يا اخي ده اللي بيدور على مطعم ياكل منه بياخد وقت، ما بالك بقى بواحدة تتجوز وتبني بيت وولاد وحياة. 70% من حالات محاكم الأسرة سببها الضغط النفسي على البنت في اختيار الزوج. يا بنتي ده رابع واحد ترفضيه، طب ايه يعني رابع ولا خامس ولا 100؟ حقها انها تختار وترتاح لحد ما تقرر عن جوزها ده وتختاره بقناعة ان ده اللي هتقدر تكمل معاه حياتها. هيفيد بإيه الجواز الغصب اللي بيطلع أولاد مشوهين نفسياً وعيال بتتشحطط في المحاكم بين أبوهم وأمهم؟ العيشة الهادية المستقرة اللي أساس الجواز وهدفه لو مش موجودة يفيد بإيه؟ لو بنعمل حساب المجتمع بالشكل ده ونرمي بناتنا في النار علشان الناس ما تتكلمش عليهم، ومش مهم بقى هتعيش إزاي ولا هتعمل إيه، البنت مش محطة، مش مجرد كائن اتولد واقف مستني اللي ياخدها لمرحلة التزاوج. البنت في حياتها محطات كتير، وأهداف وطموح وولع وشغف وحياة، والجواز وإن كان هدف إلا إنه محتاج الوقت الكافي والاختيار عن قناعة تامة بدون ضغوط ولا مؤثرات خارجية. حتى لو بقى عندها 100 سنة، طالما ما لقيتش الشريك المناسب اللي ترتاح معاه ويصونها وتكمل معاه عمرها بدون خوف ولا قلق، يبقى بلاها الجواز، لأنها لازم تحس إنها بتزرع في أرضها علشان تحصد خير، إنها شريكة في حياة لسه فيها كتير من مستقبل. الجواز مش نهاية أبداً، الجواز بداية لحياة مختلفة. لو البداية دي ما كانتش صح، يبقى بلاها المشروع ده أصلاً، طالما هيخسرها نفسها وحياتها وحلمها.